صرت أعرفها لهالمجنونة. ما رح تتحمل بعدي عنها ورح تجي مثل التوتو لتشوفني. هذا ليش لهلأ ما نزل لتحت؟ يا ريت يضل فوق وما يورجيني خلقته لخلص شغلي على رواق. طيب وبركي أنا متت هون؟ يعني احتمال تجيني جلطة بالقلب؟ هيك عادي ما بتسأل ليش أنا ما نزلت لعنده؟ لو كنت القطة تبعك كانت إجت وسألت عني. ريتو صحة. طيب على القليلة قولي صحة. ليكي فتون اسمعيني انتي. يلا قومي ما سمعتي؟ مو شايف اني كتير مشغولة وماني قدراني اتحرك؟ هنادي؟ مرحبا انا مديحة، مديحة تيكين، وهاد بارباك دواء الغسيل اللي بستعمله. انا ما بستعمل دواء غسيل، ناجية بتستعمله. مو مهم. مرحبا انا مديحة. شو صار بالاكل لك بنتي؟ عمي ما بيهمه غير الاكل والشرب. ناجية عندك عمي الا تحط لك اكل. انت شو عم تخبسي وحابسي حالك بالغرفة هون؟ عمي هالشي ما بيخصك. فهمت شو عم تعملي بروفا. بس هيك ما رح يمشي حال بنتي. الشي رح تعملي دعايته انت وكنتك. هو مسحوق غسيل بس هذا مكتوب مسحوق جلي. انت ما بتعرفي تميزي بيناتهم. المهم ما تشغلي بالك، اول ما بتجي الفصحونة رح دربكم انتو التنتين. دخيلك اذا ممكن ما بدي اشوف وشها ليوم التصوير. ما تقولي هيك بنتي، هلا هي زميلتك بالتمثيل. ايه شو قلتوا؟ ما عطيتوني جواب. هنادي امي وافقت ولا ما وافقت لسه؟ والله هي وافقت. والله مو قليلة هالمديحة ما هيك؟ يلا فتون، الجماعة ناطرين مني جواب اليوم، بدي رد لهم خبر بسرعة. ليكي إذا ما رح توافقي قال في لاعب فوتبول رح يصوروا أمه ومرته بهالدعاية وما رح يستنونا أكتر. أنا بصراحة هنادي خانم ماني كتير مقتنعة بالقصة، مو مثلي قبل هالمرة. دخيلك كلهم حركتين رح تعمليهم وكم سطر رح تقوليهم، أصلا ما في أسهل من شغلة التمثيل. هنادي عيب شو هالحكي هاد. قندوستي مو حابة تصيري نجمة مشهورة؟ لا تواخذيني هنادي، أنا ما بعرف مثل وأصلاً أنا عندي شغل وماني فاضية ابنه وبعذريني. لا معقول ما تقبل الشي اللي قبلته حماتك؟ هي ما دخلها كل القصة أني أنا ما بعرف مثل. طيب فتون، طيب اليوم بتصل بجماعة الدعاية وبقلهم فتون خانم ما عجب السعر. بدهم يدفعوا لي؟ طبعا انت ما رح تعملي الدعايه تبرع للشركه. شبه لك هي هبله هبله هنادي، عامله حاله ذكيه بس هي ما بتفهم بنوب. هنادي خانم لحظه، احكي هيك من الاول، امتى التصوير؟ قولي لي رح كون جاهزه. اذا ما سالتي قديش رح تقبضي رح ينصبوا عليكي. قديش رح يدفعوا لي؟ رح اكتب لك قديش الرقم مشان تتاكدي انه كلامي صح. وانت انصحى ايه؟ طبعا موافقة. كل هدول المصاري ما عم صدق عيوني، ما
بعرف كيف بدي اتذكر. فتون بدي اكل جوعان. يعني شيلي هالسيناريو من ايدك وقومي تفضلي طعميني شي شغله. يلا قومي. مين الاهبل يلي بده يمثل سيناريو مثل هاد؟ لا وهلا طلعت لي قصه الدعايه والتمثيل، ما عاد ينحكى مع الخانم، كبر راسه. شو بدك انت؟ طبيعي القطة بتشبه صاحبتها كتير. بدك تاكلي؟ يلا صحتين. لك فوتون؟ على القليلة قومي جلي الجليات. يعني مو معقول تلتهي بالسيناريو وتترك شغل البيت كله علي أنا. طيب شوي وبجلي. أنا رح أزد لك معاشك. أكيد مبسوطة بهالخبر. بالله. بما أنك حركتي راسك، قومي ظبطي المطبخ واعملي لي لقمة آكلها. جان، في شغلات ما فيك تشتريها بالمصاري. هلا ما في داعي تقلبي لي القصة دراما، قومي اشتغلي يلا. طيب ماشي، أنا هلا رح أروح أعمل أكل ورح أجلي الجلي ورح أغسل الغسيل وبعدين بكنس وبمسح، رح أعمل كل هدول. انتي قاعدة عم تشتغلي حرام، يعني بلا ما تتعبي وتصرفي طاقة على الفاضي. انا رح اشتغل، انا متأكد رح تكتبي سيناريو بياخد العقل، والسيناريو رح يتساوى فيلم ولا احلى من هيك، انا متأكد. بتحبي المفركة؟ رح تاكلي أصابيعك وراها ورح تتشكريني. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإطارات لتكون أول من يشاهدها.